110 أعوام مرت على اكتشاف مقبرة الملكة نفرتاري. المعرض الذي أقيم بتلك المناسبة عرض صورا فوتوغرافية فريدة توضح أحداث وخطوات المقبرة قبل وبعد الترميم. كون ان احنا بنفتح وبنقدم مقبرة نفرتاري مرة تانية في هذه الفترة معناها بنعمل دعوة للسياحة من فضلكم، عندنا حدث جديد، حدث متميز موجود في منطقة البر الغربي. المقبرة دي اكتشفها سكابريلي سنة 1904 وبتعتبر من أكبر مقابر وادي الملكات، وهي تشابه إلى حد ما نمط وادي الملوك، وهي بتعتبر مناظرها في تناسق وحجمها. وطبعا ما ننساش ان نفرتاري هي زوجة الملك رمسيس الثاني. المقبرة التي تعد الأكبر والأبرز في وادي الملكات بالبر الغربي والتي تم اكتشافها عام 1904 كانت مثار إعجاب الزائرين. مصر مليئة بالإبداعات الأثرية التي لم يكن لها وجود في العالم، فانبهاري بهذه الصور جعلني أشعر بالسعادة ومتشوقة لمعرفة الكثير عن الفراعنة. مصر بها الكثير من الآثار التي تؤكد على عظمة وتاريخ هذا الشعب، مما جعلني أشعر بالسعادة وأن أدعو أصدقائي لزيارة تلك الآثار ومعرفة الكثير عنها. هي أكثر الملكات المصرية شهرة، هي زوجة رمسيس الثاني. هذا الاسم هو من ضمن أسماء الكثير من التاريخ الحضاري والفرعوني لحضارة مصر، ورغم الألقاب العريضة والمقبرة الملكية التي لا مثيل لها في أي حضارة أخرى، فإن ما نعرفه عن أصل الملكة لا يعد بالكثير، وهو ما يعكس تاريخ وأصل هذا الشعب العظيم.